بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادئ بدي أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك القائمين الإخوة الفضلاء القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمدينة الرياض، على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي. وهذا المجلس العلمي أيها الإخوة هو بعنوان تفسير قصار الصور. وسبق أن تحدثت في رمضان الماضي عن وقفات تدبرية مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجلسة، بما أن عنوان الجلسة هو تفسير قصار الصور، فأني سأخذ أعظم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة. والسورة عند العرب تسمى بهذا الاسم، إما من المنزلة والعلو والارتفاع، كما قال الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني منزلة وعلو وارتفاعا. وسور القرآن 114 سورة، 27 منه مكي وباقيه مدني. وأطول سورة في كتاب الله هي سورة البقرة، وأقصر سورة في كتاب الله هي سورة الكوثر، وأطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وأقصر آية هي مدهامتان وقيل ثم نظر على أقوال أهل العلم. وعندنا في هذه الجلسة سورة الفاتحة، ولها أكثر من اسم، والشيء إذا كان واحدا وله أكثر من اسم يدل على عظمته، ومن ذلك أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ذات واحدة، فهو السميع والعليم والبصير إلى آخره، وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء القيامة، وكذلك أسماء الفاتحة، لها أكثر من اسم، وهذا يدل على عظمة الشيء. والسورة الفاتحة سميت بهذا الاسم لأنه يفتتح بها المصاحف، أو لأنه يفتتح بها القرآن، أو لأنه يفتتح بها الصلاة. وتسمى بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، أول مثاني لأن استثنيت لهذه الأمة، فلم تنزل على موسى ولا على عيسى عليهم السلام ولا غيرهم من الأنبياء، وإنما نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيد سمى بالمثاني لأنه يقرأ بها في الركعة الأولى والركعة الثانية. وتسمى بالكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. وتسمى بالشافية لأنها من ضمن السور التي تقرأ على الشخص إذا كان مريض كما صح في الحديث. وتسمى بالكنز، وتسمى بسورة الحمد، وتسمى بسورة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة الفاتحة، يقول أحد العلماء: إني أستطيع أن أخرج من سورة الفاتحة أكثر من 10,000 فائدة. وهذا المفسر ذكر هذه 10,000 فائدة في تفسيره، وتفسيره مطبوع. يقول الله سبحانه وتعالى، والعلماء يقولون إن جميع معاني سور القرآن العظيم يرجع إلى سورة الفاتحة، وجميع سورة الفاتحة ترجع إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول تعالى: الحمد لله رب العالمين، والله حمد نفسه عندما خلق السماوات والأرض، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحمد نفسه عندما أنزل القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وحمد نفسه عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على الله بما هو أهل له، فهو أهل للحمد سبحانه وتعالى. والإنسان يحمد الله بلسانه كما قال سبحانه وتعالى، كما سمى الله نوحا ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا، فقال الله عن نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قالوا: كان نوح عليه الصلاة والسلام إذا أكل الأكلة حمد الله عليها، وإذا شرب الشرب حمد الله عليها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا. ويحمد الشخص ربه بقلبه بأن يعترف بأن النعمة من الله،
فلا يقول كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، وإنما يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويحمد الله بأن يسخر جوارحه في طاعة الله كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن الحمد يكون باللسان والقلب والجوارح. الحمد لله لله رب العالمين، والرب عند العرب يطلق ويراد به المالك المتصرف، ويطلق الرب عند العرب ويراد به المعبود. قال الشاعر العربي يا رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان أن بالت عليه الثعالب. يطلق الرب في اللغة العربية ويراد به السيد، قال تعالى في سورة يوسف اذكرني عند ربك يعني عند سيدك. الحمد لله ربي العالمين، والعالمون هم كل ما سوى الله، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الفلك، عالم الجن، عالم الإنس، كل هذه العوالم وسميت بهذه العوالم بعالم لأنها علامة على موجدهم، لا بد لها من موجد هذه العوالم، فهم علامة أن لهم موجد وهو الله رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الحمد لله ربي العالمين، ربي العالمين. ثم تقول الرحمن الرحيم، والرحمن على وزن فعلان، تقول العرب رجل غضبان على وزن فعلان بمعنى أنه ممتلئ غضبا، فكذلك لفظة الرحمن على وزن فعلان تدل على السعة والشمول، فالله سبحانه وتعالى رحمن بجميع الخلق، يرحم مؤمنهم وكافرهم بأن يطعمهم ويسقيهم، لكنه رحيم خاصة بالمؤمنين كما قال، وهي على وزن فعيل في اللغة العربية كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمن الرحيم. ثم والله سبحانه وتعالى يربي عباده تربيتان كما قال السعدي في تفسيره، تربية عامة وتربية خاصة. أما التربية العامة فهو يربي مسلمهم وكافرهم بأن يطعمهم ويغديهم ويرزقهم، لكن تربيته الخاصة لأوليائه بأن يسهل عليهم أمور العبادات ويسهل عليهم الطاعة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الدين هو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، ومن أسماء القيامة الدين. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، خرج هذا الاستفهام عند العرب مخرج التفخيم والتعظيم لهذا اليوم، لأن الاستفهام عند العرب يخرج لأكثر من 30 معنى من ضمنها التفخيم والتعظيم والإنكار والنفي إلى غير ذلك. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك يا ربنا نعبد. والعبادة في اللغة العربية معناها تذلل الخضوع، من قولهم هذا طريق معبد يعني قد تذللته الأقدام بالوطي عليه. والعبادة في اللغة العربية كما تذلل الخضوع، ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته قال إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد يعني المذلل، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. والعبادة هي أحسن اسم، أحسن من عرفها الإمام ابن تيمية، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، مثل سبحان الله بحمده مثلا، والأعمال الظاهرة مثل الصلاة، والباطنة مثل التوكل والخشية والخشوع، هذه أعمال باطنة. إذن الشيء الذي يحبه الله وسبحانه وتعالى يعتبر عبادة، والعبادة لا تقبل أيًا كانت عبادة إلا إذا توفر فيها شرط الصحة الإخلاص والقبول، أن تخلص العبادة لله وأن تكون متبعًا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قافقًا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا، هذا منطوق الآية. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لا يشرك معناه أن يخلص العبادة لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا ربنا. والشخص إذا لم يطلب الإعانة من الله فإنه سيخذل، ولذلك فإن الشخص تجده يردد في اليوم والليلة 17 مرة في سورة الفاتحة بالفرائض دون النوافل، يردد الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وأول ما يسلم من الصلاة اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فدائما أطلب الإعانة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تقول اهدنا، قال بعض العلماء إن اهدنا معناها مل بنا إلى الصراط المستقيم،
وأخذوا هذا من قول الصحابي يقول لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت خرج يهادى بين رجلين، يعني من ضعفه ومرضه يتمايل بين رجلين، فمعنى اهدنا يعني ملبنا إلى الصراط المستقيم. والذي عليه العلماء أن اهدنا معناها ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، ما قال اهدنا الصراطات، لأن طريق الحق واحد، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من دين من أحد غير دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. الحق لا يتعدد وإنما هو واحد، ولذلك أفرض الصراط، ما قال اهدنا الصراطات، قال اهدنا الصراط المستقيم. والصراط في اللغة العربية يطلق ويراد به الطريق الذي ليس فيه عوجاج، قال الشاعر العربي جرير بن عطية الخطفي: أمير المؤمنين على صراط، على طريق، يعني إذا وجه الموارد مستقيم. والصراط إما أن يكون حسياً وهو الصراط الذي يكون على متن جهنم، والصراط المعنوي هو تعاليم الإسلام التي ذكرها الله في سورة الأنعام، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا، وذكر تعاليم الإسلام، وفي ختام الثلاث الآيات من سورة الأنعام أشأت باسم الإشارة قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول العلماء من وفق للصراط المعنوي وهي تعاليم الإسلام ثبت الله قدمه على الصراط الحسي الذي يوضع على متن جهنم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والصراط المستقيم هو الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط يعني طريق الذين أنعمت عليهم، ففسر الصراط بأنه طريق الذين أنعم الله عليهم، وكأن سائلا قال من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الجواب نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن من النوع المنفصل، فيقول تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم ختم الآية بقوله وحسن أولئك رفيقا، دل على أن الطريق لا بد له من رفقة، من رفقة، وأعظم رفقة أن تكون أنك تدعو الله دائما 17 مرة في الفرد والنوافل، تدعو الله أن يسلك بك هؤلاء الرفقة الصالحة، النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم، يعني يا ربي ابعدني من الذين غضبت عليهم وهم الذين عندهم علم بدون عمل، أو الضالين وهم الذين عندهم عمل بدون علم. إذا لا بد من العلم ثم العمل، لا بد من العلم ثم العمل، ثم هذا العمل ما يقبل إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ذم الله قوم من أهل الكتاب أنهم عندهم علم بدون عمل، فشبههم فقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل السفر، يحمل المتاع، يحمل الماء، ومع ذلك هو عطشان. ولذلك قال الشاعر العربي: ومن العجائب، والعجائب جمة قرب الحبيب، وما إليه ورود كالعيس في البيدة، يعني الإبل في البيدة في الصحراء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيس تموت من الجوع والعطش والماء فوق ظهورها. فكذلك الذي عنده علم بدون عمل، نسأل الله السلامة والعافية، يشبه بهؤلاء. وأيضا تقول غير الضالين، الضلال ما هو؟ هو الضياع. تقول العرب ظل الماء في اللبن يعني ضاع، يعني الماء في اللبن ضاع. وكذلك الذي يعبد الله بعبادة قولية أو فعلية بدون علم، مثل ذم الله أهل الكتاب بأنهم عندهم عمل بدون علم ورهبانية ابتدعوها. إذن الإسلام يقول لا بد من العلم ثم العمل، ثم العمل لا بد أن يكون متوفرا بالإخلاص والمتابعة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم كما قال البخاري: باب العلم قبل القول العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك، هذا هو المطلوب. ثم تقول آمين، يعني اللهم استجب، ليست من الفاتحة. هذا هو تلخيص إجمالي لهذه السورة العظيمة الجليلة التي من أسمائها أم القرآن، والشيء يطلق عند العرب أما إذا كان يجمع المعاني ويجمع الأشياء، ومنه سميت مكة أم القرى، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه السورة الجليلة. اللهم اشرح صدورنا للإسلام،
اللهم جنبنا المعاصي والآثام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، أيده بتأييدك، انصر به دينك، أعلي به كلمتك. اللهم وفقه ونائبه لما تحبه وترضى، لما تحب وترضى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.